تقديس ناتجاً أو زربية بنيزكن. أبدعت المرأة الميزابية في نسج خيوطها وحياكة صوفها. تقديست إرث حضاري ورسالة أصالة وعراقة بلغ مداها أصقاع العالم. ولهذا الزربية ناتجاً سيتون فالور يعني قيمة تاريخية، قيمة اقتصادية، قيمة اجتماعية، قيمة يعني هوية. تقديست نسجت تفاصيل فسيفسائها من الواقع الاجتماعي، فكانت لرموزها وألوانها دلالات تروي حكايا المجتمع المزابي ويوميات حرائره. بورس يزمى توجد ونسنت زربايو، ويعني باش نزنت توجد باش تستعمل انتها القيمة، يعني انتها يا ليترنيتي غير متى الظرف، يعني قاهر مثلا الزوج مثلا قال لنا ان نسرق تدارت ما نبنيك تدارت وقتني يعني زنزن باش ما سبعني هذا تحاول نطورت باش ما سبعني هذا السنت دارت ما غاد ارسك تيليت نس مثلا تيدرت مثلا ما كنت مسورجس اتزوج مثلا حوجن باش تزنزنين ولا تزنزن باش تعاون. زربية بن يزجن تقديست، وفي قدسية الجمال والزمان والمكان أطفت على الحرف التقليدية في الجزائر طراء حضاريا وزخما ثقافيا.